السلام عليكم أحبابي، اليوم بدي أعلمكم على الدهين العراقي أو الدهينة العراقية. أكلة رائعة جدا، حلويات مزيك ما تتخيلوا، كتير 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 طيبة. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر لعلمكم طريقتي أنا بكيفية عملين هيدي الحلويات اللذيذة والمشهورة جدا بالعراق. ولنعمل هيدا الحلو الكتير طيب العراقي رح نحن بحاجة لجات مثل هيدا الجات، جات بيركس، زان جات بيركس مثل ما شايفين. رح ندهن الجات زبدة، انا مدوبيتها للزبدة مثل ما شايفين بهيدي الطريقة. رح ندهن كل الجات كله من فوق، بهاي الطريقة. انا رح اكتب لكم المقادير اللي انا بحاجة لها. هلأ رح حط جوز الهند، بهاي الطريقة، وعلى نار هادي رح حط كوب حليب، رح حط كوب الزيت، سكر أول كوب وتاني كوب، ورح نحركن لحتى يدوب السكر على الآخر. بس دوبنا السكر رح اضيف الدبس، اذا ما في عندكم دبس بتقدروا تحطوا العسل، هيدا دبس. ومنمزج كتير منيح، منحركن كتير منيح ليدوبوا كلياتهم مع بعض. بس دابوا رح نضيف الطحين تدريجيا بهيدي الطريقة. حنضيف الكوب الثاني، يعني تقريبا هيدول ما يقاربوا الاربع كوبايات. انا كان بدي اربع بس انا هلا حطيت مثل ما شفتوا اثنين لانه عندي الكوبايات شوي كبار. منضل نحرك لحتى كل المكونات يدوبوا على بعضهم. تقريبا صاروا خالصين، طبعا بعد ما حركناهم كتير. اول ما يبلشوا الفقيعات تظهر على الخليط عنا بيكون الخليط جاهز. بلشت الفقاعات تظهر مثل ما شايفين، يعني صار الخليط جاهز. وهلا رح ضيف الخليط لجات البيركس. هلأ رح أعملهم بهيدي الطريقة. ورح نضيف جوز الهند. هلأ إذا بتحبوا تضيفوا جوز العادي عين الجمل بتحطوا أو تحت من تحت،
يعني اول نحن حطينا زبدة ورجعنا حطينا برش جوز الهند. بتقدروا تحطوا جوز او عين الجمل. راح نحط بعد اكل كتير كتير طيبة وكتير كتير مشهورة، تمتاز بالدهنيات كتير فيها. من مثل ما شفنا حطينا زبدة، في ناس بعد ما تخلص بيضيفوا لها الدهن الحار، حيلا دهن بيضيفوا على عليها من فوق. انا هلأ مديت كل الجوز الهند على الدهنية مثل ما شايفين. هلأ رح حطها بالفرن بدرجة حرارة 120، بدها تضلها ساعة، بس بهالساعة بدنا نضلنا نطل عليها، وبعد ما تخلص بتضلها كمان ساعة بالفرن لحتى تبرد، وساعتها بتتقدم. وبس تخلص مثل ما قلت، إذا بتحبوا تضيفوا لها دهن حار زبدة أو دهن أو شي دهن حار بتقدروا تضيفوا على الوجه. هلأ رح حطها بالفرن. وهيدي الأكلة أو الحلو خلص، حلو رائع رائع رائع. هيدي الأكلة من النجف، أكلة عراقية أو حلو عراقي بامتياز. مثل ما شايفين هلا في منهم بيحطوا له مثل ما ذكرت زبدة او بيحطوا له سمن، المهم سمن حر بيحطوا له. انا ما حبيت احط كرمال كتير بتصير فيها دسم. بتمنى يكون عجبكم هيدا الفيديو، ما تنسوا الاشتراك واللايك والشير ليستفيد الكل. بدي ودعكم مع تحية جمانة، باي باي.